أهلا بكم. ما أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري في العراق، ولماذا يغيب أي دور حكومي لمواجهته في ظل نظام المحاصصة الذي يرى مختصون في مجال الأسرة أن تفشي المخدرات في المجتمع العراقي وضعف القانون وسيطرة الميليشيات التي تسهم بشكل كبير في تجارة المخدرات ودخولها إلى العراق، كلها أسباب رئيسة في ارتفاع معدلات العنف الأسري في هذا البلد. كذلك سعي جهات إلى تدمير المنظومة القيمية وتفكيك المجتمع العراقي منذ احتلاله عام 2003. فيما يرى مراقبون وخبراء في علم النفس أن أسباب العنف الأسري ناتجة عن الوضع الاقتصادي الذي تعانيه الأسرة وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة، فضلا عن الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي وتناول المشروبات الكحولية وغيرها. لنقف مشاهدينا الكرام عند أسباب انتشار العنف الأسري، وسيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة ثائرة أكرم، الباحثة والكاتبة العراقية. مرحبا بك أستاذة ثائرة. أرحب أيضا بالدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور أيمن. وأرحب أيضا بالأستاذ ضياء الشمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. إذن نتابع سويا هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يشكل العنف الأسري خطورة كبيرة على حياة الفرد من جهة والمجتمع من جهة أخرى، فمتى ما كانت الأسرة صالحة ومتماسكة كان المجتمع صالحا. لكن ظاهرة العنف الأسري انتشرت بشكل ملفت في المجتمع العراقي بعد الاحتلالين الأمريكي والإيراني في عام 2003، فتنوعت هذه الظاهرة بأشكال مختلفة، فمنها ما يكون موجها للذات أو يكون العنف بين الأشخاص أو قد يكون جماعيا، فهو سلوك أفراد ضد أفراد آخرين يهددهم أو يوقع بينهم الضرر. مديرية حماية الأسرة والطفل ضد العنف الأسري في وزارة الداخلية الحالية أعلنت عن تسجيل أكثر من 16 ألف حالة عنف أسري خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بينما أكدت مراكز اجتماعية وإنسانية تزايد حالات العنف الأسري في العراق وأنها سجلت نحو 17,500 حالة. ارتبط العنف الأسري بمظاهر منها العنف ضد المرأة وضد الأطفال وضد المسنين، ولا تقف أثار العنف الأسري على الناحية الجسدية فقط، بل ينتج عنه أثار نفسية كبيرة على الضحية، مما تؤثر سلبا على الأسرة والمجتمع، مع عدم قدرة الضحية على الإبلاغ عن المعتدي بسبب الأعراف والتقاليد العشائرية والخوف من المجهول. مختصون في مجال الأسرة أكدوا أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة العنف الأسري تفشي المخدرات في المجتمع العراقي وضعف القانون وسيطرة الميليشيات التي تساهم بشكل كبير في تجارة المخدرات ودخولها للعراق، كذلك سعي الاحتلالين الأمريكي والإيراني إلى تدمير المنظومة القيمية وتفكيك المجتمع العراقي. فيما يرى مراقبون أن أسباب العنف الأسري ناتجة عن الوضع الاقتصادي الذي تعانيه الأسرة العراقية وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة، فضلا على الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي وتناول المشروبات الكحولية. حقوقيون ومختصون في علم النفس دعوا إلى ضرورة تشريع قانون مناهض للعنف الأسري يحافظ على الأسرة من الضياع، إذ ازدادت مؤخرا حالات انتحار بسبب التعنيف الجسدي واللفظي. وكذلك يعمل القانون على الحفاظ على الوشائج الأسرية وأن يكون بصبغة عراقية خالصة بعيدة عن الاستنساخ من قوانين أجنبية. إذن بحسب وزارة الداخلية في العراق، تسجيل أكثر من 16 ألف حالة عنف أسري خلال سبعة أشهر الماضية، وهذا يعني مؤشر خطير. المجتمع العراقي في خطر. وأبدأ أولا بالأستاذة ثائرة أكرم، الكاتبة والباحثة العراقية. أستاذة ثائرة مرحبا بك. أهلا وسهلا. ما هي أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري في العراق، حتى تحدث وزارة الداخلية عن هذه المعدلات الخطيرة مع غياب أي قانون لوضع حد لها؟ نعم،
طبعا حضرتكم الكل يعلم العنف هو طبعا ظاهرة عالمية، لكن بسبب الظروف اللي يمر بها المجتمع العراقي صار ظاهرة كبيرة وخطيرة جدا. الكثير من الأسباب تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق، منها تجذر العنف نفسه في المجتمع العراقي والقوانين اللي تبيح للزوج أو الأب حق تأديب زوجته وأطفاله. مستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة أيضا سبب البطالة والفقر، وكما تفضلتم أيضا تفشي المشروبات الكحولية والمخدرات. طبعا يظهر يتبين لنا هنا أن ظاهرة العنف في المجتمع هو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين، انفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي اللي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، طبعا أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية فضلا عن زيادة حالات تعاطي المخدرات. عام 2020 أعربت وكالة الأمم المتحدة في العراق قلقها إزالة العدد المتزايد خاصة للعنف الأسري، خاصة 2020 وباء كورونا إذا تذكرون، وطبعا كان 3/4 متعرضين للعنف الأسري بتلك الفترة هم الإناث النساء. وشاع في الآونة الأخيرة يعني حاليا بين أبناء المجتمع العراقي ما يعرف بالعنف الأسري بعد انتشاره بأشكال ومستويات مختلفة، خاصة نحن نشوف لأن حالات الطلاق اللي صايرة يعني في مجتمعنا حاليا. ليس فقط أستاذة ثائرة، طبعا صرنا يعني نسمع عن حوادث غريبة ودخيلة على المجتمع العراقي. مسألة الضرب يعني من قبل الرجل لزوجته، هذه مسألة يعني ربما يعني ليست بجديدة، موجودة من زمان، ولكن صرنا يعني نسمع بحوادث قتل الزوجة لزوجها، ويعني الاعتداء يطال الأطفال وأيضا يطال الرجال من قبل النساء. يعني الأمر ليس متعلق بالجنس بقدر ما هو متعلق ب يعني كسر لقيم، بحسب ما يرى الكثير من الخبراء النفسيين أيضا، كسر منظومة القيم المجتمعي في العراق، وطبعا بفعل نظام المحاصصة. إلى أي مدى تتفقين مع ذلك؟ نعم، نحن يمكن شفنا قبل أسبوع حادثة وفاة طفلة والدها معنفها تاركها فوق السطح تحت أشعة الشمس مما أدى إلى احتراقها ووفاتها. الزوج مطلق من زوجته ومتزوج زوجة أخرى، فهو انعدام الرحمة والإنسانية بسبب البعد عن الدين الإسلامي أولا، وثانيا بسبب الضغوطات والمجتمع الفرد المواطن العراقي اللي يمر بها، خاصة الظروف الاقتصادية البطالة. حتى أحيانا كان يكون بعلمك، أنا أعرف أشخاص يرجعون من الشغل لبيوتهم يشوفون الكهرب ماكو، الجو حار، الزوجة متطلباتها، الأطفال صوتهم، الأب بهاي الحالة راح يفقد أعصابه، راح يعنف أسرته. ليش؟ لأنه أولا هو رجع للبيت حتى يرتاح، يلاقي كهرب ماكو، الحرارة مرتفعة. فأيضا هاي الأمور تؤدي، إحنا يعني إحنا كأشخاص يعني إحنا يعني خلينا نقيس على نفسنا، إحنا والله العظيم لما نرجع من الدوام ما نلاقي كهرباء وحال الظن حالنا بالبيت، طبعا نفقد اعصابنا. فهي انت اذا تجي اذا تقيس الدوله هي السبب الرئيسي، الحكومه العراقيه السبب الرئيسي بهذا الخصوص موضوع العنف الاسري. هي يعني ما اقول لك يعني مشاركه 100%، لا، وانما 80% الحكومه العراقيه، لانه اولا البطاله سببها منه؟ سببها الحكومه العراقيه. تفشي المخدرات منو سببها؟ سببها الحكومه العراقيه، لان اولا الميليشيات هي اللي تحكم العراق، والميليشيات كل شيء بيدها، دخول المخدرات عن طريقها، ال 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 هاي الامور الغير وارده في مجتمعنا، امور غير اخلاقيه، منو دخلها علينا؟ دخلتها جهات خارجيه من ايران وامريكا والاحتلالين. انت تعرف هاي الظاهره وعندك علم بها. الخطوره اللي تكمن في العنف الاسري يترتب عليها العنف ردود افعال مختلفه عند الضحايا للمصير. اولا اضرار صحيه بدنيه مثل كسور العظام، صابات، يعني انت شفت الطفله اللي اخر شيء نزلوا صورتها انه محترقه احتراق كامل، يعني ما تعرف احتراق من اشعه الشمس او هي معنفه من الوالد وزوجته. فهي الدوله
حتى هاي الامور لازم يكون اكو هناك باحثين اجتماعيين، اكو هناك شرطه مجتمعيه، اي وين دورهم؟ هؤلاء اين دورهم في العراق؟ العراق يغرد خارج السرب، ولا نستطيع ان نقول يغرد، وانما العراق يعني منفلت خارج السرب الدولي، ولا رقيب ولا حسيب ولا قانون يلزم يلزم الأسرة بعدم تعنيف الأطفال، أو أصلا يعني يعاقب من يمارس العنف الأسري. وهذا الأمر يعني منذ عام 2003 وحتى الآن، والكثير من الخبراء يحذرون من تداعيات هذا الأمر، وخاصة بعد يعني تصريح وزارة الداخلية. اسمحي لي أستاذ ثايرة، سوف أعود إليك مرة أخرى. دكتور أيمن العاني، مرحبا بك، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. حياك الله أخي الكريم. حياك الله دكتور. دكتور أيمن، يعني من وجهة نظرك، ما أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري في العراق؟ أخي الكريم، هذه الأسباب التي استعرضتها في سواء في التقرير أو في ما تحدثت به الضيفة الكريمة كله تمام، يعني كله صحيح وكله واقعي، لكن باعتقادي أن السبب الرئيس وراء تفاقم ظاهرة العنف الأسري هو غياب القانون وغياب سلطان القانون بشكل ممنهج ومقصود، والمطلوب منه هذه حالة الانفلات، سواء فوضى السلاح أو سواء العنف المجتمعي بالعموم، أو حالة العنف التي عاشها العراقيون ومشاهد الدم، هذه كلها مردها أنه غياب القانون وغياب سلطان القانون وضياع هيبة الدولة. اليوم المجتمع، وإلا في كل البلدان هنالك مخدرات وهنالك أمور أخرى كثيرة، لكن ما هو الفارق حقيقة بين الحالة العراقية وبين الحالات الأخرى؟ هو غياب القانون وضياع هيبة الدولة، ولا مجال، ومن يكرس هذه الحالة هي حكومات الاحتلال المتعاقبة التي تسعى جاهدة للنيل من القانون وسلطان القانون والتلاعب على القانون والتحايل على ذلك ولي أعناق النصوص كما يقولون، لخدمة هذا الطرف أو ذاك المتنفذ في الحكومة. وبالتالي هذا ما نراه اليوم ينعكس على كثير من الأمور، لكن ما نحن فيه هو العنف الأسري ينعكس أيضا وبصورة مباشرة. نعم العنف في المجتمع، نعم البطالة، نعم حالة الجهل وعدم الوعي، نعم حالة الأمية، نعم حالة الفقر وتحت خط الفقر، لكن هذه كلها حقيقة المرض لغياب القانون، وغياب القانون هنا طبعا ممنهج، فنسجل عدم حسن نية حكومات الاحتلال في التعامل مع الشعب العراقي خلال هذه المدة من 2003 وإلى اليوم، وبالتالي هذا طبعا نتاج من كان عمره يعني 5 سنوات أو أكثر، اليوم هو في عمر الزواج وقد تراه رب أسرة في بداية الاحتلال قصدي. فاليوم هي هذا الجيل هو جيل الاحتلال الذي نشأ وترعرع في ظل حكومات تؤمن بالقتل ولها رغبة عارمة في رؤية الدماء والأشلاء والمشاهد العنيفة والدموية، هذا كله حقيقة. فإذا غياب القانون في العراق مقصود، ومقصود جدا، ومطلوب كذلك وممنهج ضمن التخطيط الاستراتيجي لحكومة للاحتلال والحكومات التي جاء بها، وأقصد هنا طبعا الاحتلال الأمريكي أو الإيراني. فهنا هذا كله حقيقة لا شك أن العنف الأسري هو حالة تنتج عن تضافر أو تجمع عدة أسباب، لكن كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى القيم الاجتماعية تحدثتم فيها، لكن هذا كله متعمد، والأصل في غياب الرقابة
يعني اليوم نحن في المدرسة، في السوق، في الـ 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 في الأماكن العامة لا توجد رقابة، لا يوجد رادع. يعني في حالة الانفلات والمشاكل والأزمات الأخلاقية التي حقيقة شابت المجتمع العراقي خلال هذه السنوات الماضية، أدت إلى ما أدت إليه من جملة ذلك العنف الأسري الذي يعني نتحدث عنه اليوم. نعم دكتور أيمن، أبقى معي لو سمحت. أستاذ ضياء الشمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مرحبا بك يا أستاذ ضياء. للأسف أنا لا أسمعك جيدا. وسهلا نعم أستاذ ضياء. أستاذ ضياء يعني أين يكمن الخلل؟ غياب القانون يعني هو سمة عراق ما بعد الاحتلال، المخدرات منتشرة، الجهل منتشر، العنف الأسري منتشر، الفساد منتشر، كل شيء سيء في العراق منتشر مع وجود القانون، ولكن القانون يباع ويشترى به لخدمة أساسة بحسب ما يرى المراقبون. هنا إذا ركزنا السؤال أكثر، هل يخفى ما يجري في العراق بحق المجتمع؟ هل يخفى على المنظمات الإنسانية، المنظمات الحقوقية في دول العالم؟ بالتأكيد لا. يعني إحنا نتكلم عن القانون العراقي والدستور العراقي، يعني الدستور فيه خلل فني كبير، ولهذا السبب أنه يعني التجاوز بعض المؤسسات الحكومية على تلك الفقرة وتلك الفقرة في القانون، وهذا مباح. ولكن هل هناك هل القضاء موجود ومفعل بالعراق؟ حقيقة القضاء غير مفعل بالعراق، والدستور بسوءه أيضا غير مفعل. يعني كتب الدستور بزمن بريمر حسب ما نعلم بعد الاحتلال، وهذا الدستور هو فيها ألغام كثيرة لتدمير هذا المجتمع. بعد الاحتلال، هو دخول الاحتلال له برنامج معين بعكس ما هو صرح به من جلب الحرية والديمقراطية والتعددية، وإحنا نرى ما حدث بالعراق، جلب الميليشيات والعصابات والمخدرات، وكل هذا شيء جلب العراق بعد الاحتلال. المشكلة هي ليست الحكومة العراقية، أنا في رأيي لا توجد حكومة عراقية، وإنما هنالك ميليشيات، وهذه الميليشيات مسؤولة عنها بعض الأحزاب والتيارات الأخرى اللي تابعة إلى دول الجوار، تدعم من هذه الدولة أو تلك الدولة، وهذه دول الجوار هي التي تلعب بأمور العراق. العراق بالوقت الحاضر ليس له برنامج قومي وطني للدفاع عن شعبه بالوقت الحاضر. يعني مع الأسف السياسيين حينما يتكلمون، السياسيين المسؤولون على المشهد السياسي في العراق حينما يتكلمون بطائفية وبحقد على مجموعة معينة من الشعب العراقي، يعني بحقد حتى بالاتجاههم السياسي وباتجاههم الوطني، وهنالك تهم توجه لبعض الناس إلى العراقيين، توجه بتهم باطلة لسبب انتماء إلى تلك الاتجاه، ليست اتجاه طائفي وإنما اتجاه وطني، شخص يحب العراق، من تكون أنت تحب العراق راح تتهم بتهم كثيرة ما عدا ما أنت تكون وطني، لأنهم هم أتوا للعراق لتدمير العراق. يعني كل واحد لازم من عندهم معول ويفلش بالعراق، وهذه تصريحات بعض المسؤولين السياسيين الموجودين الذين يحكمون بالعراق. يعني كلهم إجا واحد يقول قاسم الكيكة، وواحد يقول احنا جينا بمشروع انه اضطهدنا طيلة هذه الفترة ونريد ناخذ حقوقنا، وهذه الحقوق هي انتهاكات لحقوق الانسان في العراق. اما انتهاكات ما تعم العراق من ناحية التدريس، من ناحية الصحة، من ناحية كل متطلبات الاساسية الموجودة بالشعب العراقي معدومة جدا، ولهذا السبب يعني مسيبين ومغيبين العراقيين، هنالك المخيمات، هنالك عدم توزيع الغذاء بصيغة صحيحة، هناك عزم حتى الدراسة ليست تكون بصيغة صحيحة، حتى في الدراسة دخلت الطائفية ودخلت يعني أشياء لا يعرفها الشعب العراقي، وهذا يعني حقيقة عجيبة على دولة يعني تعتمد على الطائفية وتعتمد على الإثنية والعرقية، كيف ما يكون هذا؟ وهذا مستمر بجميع
حتى في العائلة، وموجود ليست في العائلة فقط وإنما في السجون، في مؤسسات الدولة. اسأل أي عراقي يقول لك مؤسسات فاسدة. كلها عنف يعني، في أي مكان تجد العنف في العراق. ولكن ابقى معي أستاذ ضياء، سوف أعود إليكم مرة أخرى. السادة ثائرة، يعني العنف لماذا يعني بات سمة العراق منذ احتلاله؟ يعني تحت النفوذ الأمريكي، تحت النفوذ الإيراني، الكل يعاني من العنف وسطوة العنف، سواء كان هذا العنف على يد الميليشيات أم أن العنف طبعا ممتد إلى مؤسسات الدولة وممتد إلى المؤسسات الأمنية وممتد أيضا حتى دخل إلى الأسرة. لماذا العراق بلد العنف؟ نعم طبعا أنت تلاحظ يمكن اللي يدعم أنا بعقليتي يعني نفسيتي، أنا هم أيضا عندي منظمة نسائية ودائما أتابع هاي الحالات. عندك قبل فترة أيضا كان أكو هذه الإعلامية لمياء حسن تعرضت للعنف من قبل جهات أمنية. يعني هسه الشكوى اللي كانت ضدها أنه هي غالطة على وزير الداخلية، هي طلعت على الشرقة وتحدثت. زين هي غالطة، زين أكو قانون يحاسب أنه إذا كانت فعلا يعني غالطة على مسؤول أو أحد الدائرين في الحكومة الحالية، أكو هناك قانون يغرمها. لكن أنه إن هي تدخل 6 أيام وتحبس في الصحيات وتهان وتضرب وتعنف بشكل كبير جدا، هذه وين صايرة؟ يعني هاي مرأة يعني وما عدا أحد، يعني هي احنا عرفنا السبب شنو اصلا، ما هي ما سب احد ولا لا شغله بهاي الامور، لكن هناك اسباب غير هذه، اسباب يعني ارادوا ان ينالوا منها شيئا ما، هي ما قدرت تنطيه فتعرضت للعنف. احنا موجود العنف حتى بالدوائر الحكوميه، يعني ابتدأ العنف في العراق ما بعد الاحتلال، يعني بالسجون، داخل السجون والتعذيب والتغييب القسري واعتقال يعني من عليه تهمة عن طريق المخبر السري، وبالآلاف بمئات الآلاف ذهبوا ضحايا العنف في العراق، وبما فيهم وبمن فيهم المرأة، يعني الرجال والنساء والأطفال كلهم ضحايا العنف في العراق. القانون عندما يغيب، هل هو بخدمة الميليشيات ونفوذ الميليشيات التي تدخل المخدرات للعراق وتعمل على ضرب قيم المجتمع من الداخل من خلال يعني أن تكون المواقع متاحة بشكل كامل، وبالتالي سوء استخدام هذه المواقع، السطوة، السلطة، النفوذ، كلها تتسم بالعنف ضد المواطن العراقي لخدمة من؟ هل هناك يعني أطراف دولية، أطراف إقليمية؟ العراق لم يكن هكذا يعني في السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات، حتى يعني في ظل حكومات ما بعد الاحتلال بدأت هذه الانتهاكات تترى وتزداد وتتسع. لماذا برأيك أستاذ ثائرة؟ نعم، هي من ضمن مؤامرة الاحتلال اللي مر بها العراق حاليا، هو الاحتلال الأمريكي والإيراني، هي هدم المجتمع. أنت لما تريد تهدم مجتمع، عشان تهدم مجتمع أول من تبدأ بالبيت، الأسرة، من تهدمها راح تبدأ المجتمع شوية شوية ينهدم. دخلوا شغلات على العراق، يعني أمور ما كانت أصلا متواجدة ولا كانت موجودة، أمور تحث على القتل، تحث على العنف، تحث على إسالة الدماء، تحث على البعد عن الأخلاقيات. فهذه كلها أمور المحتل عندما دخل، هاي كلها دراسة وتخطيط لهدم العراق ومستقبل العراق وأجيال العراق. هذه خطة قام بها المحتل ليستطيع أن يسيطر على العراق. وعن طريق من؟ عن طريق عملاء اللي يحكمون حاليا من ميليشيات وأحزاب وحتى نواب وحتى الحكومة نفسها، هي كلها عملاء. فلمن مد يد المحتل أنطى الإعاز للحكومة أنه هي تبدأ بهذه. أولا الحكومة لمن جاءت تلاحظ هاي الأمور العنف وجاءت تشوف بعينها جاء يحصل في البيوت العراقية، كأنما تنطي
الصوت للرجل حتى يضرب مرته، كأنما تنطق الحبل لشخص حتى يعدم. فهاي أشياء غير مباشرة، لكن هو عملها، لأن لا يوجد لحد الآن رقيب ولا يوجد قانون مفعل للعنف الأسري. حد الآن متوقف القانون، كثير من النواب يعني ما قبلوا هذا القانون، يعني أنه يقولون رح يصير المرأة رح تسيطر، وهي بحجة هاي الأمور. فقانون غير مفعل لحد الآن، قانون يحمي المرأة، قانون يحمي الطفل، حتى يحمي الرجل نفسه. يعني الرجل من يعتدي على زوجته أو يضرب ابنه أو يضرب زوجته أو يقتلهم راح يسجن في السجن. فهو هذا بداية هدم المجتمع العراقي، الخطة اللي قام بها المحتل الأمريكي والإيراني. نعم سيدة ثائرة. دكتور أيمن، من وجهة نظرك يعني ما تداعيات تسييس القانون، تسييس القضاء، وعدم استصدار أي يعني فقرة قانونية تحمي الأفراد المجتمع؟ هو في حالة الفوضى التي يعيشها البلد في ظل حكومات الاحتلال، وفي ظل أناس يعني بشهادة بعضهم أنهم يعني مقاولو تفليش، كما عبر عن ذلك عدد من المشاركين في العملية السياسية. فهذه حالة الفوضى وهذا الدور السلبي لحكومات الاحتلال وغياب حسن النية، هنا يعني مسألة خطيرة جدا، غياب حسن النية في التعامل مع الشعب العراقي والمخططات الخارجية المفروضة التي يراد تنفيذها في ظل هذه الحكومات، لا شك أنه تغيب عن الساحة مثل هذه القوانين التي يعني تشكل حصانة ومصاد لحقوق فئات مجتمعية، لا سيما يعني أنها فئات مجتمعية ضعيفة بالحقيقة، يعني في أحسن الأحوال هي فئات مجتمعية ضعيفة. فيراد فحماية المواطن حقيقة هذا من صلب عمل الحكومة، ولكن في العراق الحالة بالعكس، على العكس تماما، فحماية المواطن منفية، وبالنتيجة طبعا من يتأثر كثيرا أو بصورة مباشرة أو بصورة كبيرة بغياب حالة حماية المواطن هو طبعا الفئات المجتمعية الضعيفة، سواء النساء أو الأطفال أو الأمور الأخرى. هذا كله حقيقة، هذا الأمر يراد له أن يكون في العراق الذي يسمونه بين قوسين الجديد، الذي لا يراد له أن يتعافى، لا يراد لهذا المجتمع أن ينهض، لهذا البلد أن ينهض، لا يراد لهذا البلد أن يستعيد وضعه الطبيعي سواء في المنطقة أو في الإقليم أو في العالم. فهذه كلها معاول هدم جاء بها الاحتلال، فرضها على الشعب العراقي، والنتائج طبعا كارثية. ومن جملة هذه النتائج هي زيادة أو تفاقم حقيقة ظاهرة، يعني تحول العنف الأسري من حالة غير عامة، حالة موجودة طبعا هي لا أحد ينكرها، لكن من حالة عامة إلى ظاهرة، وهذه الظاهرة تتفاقم وآخذة بالتفاقم أكثر فأكثر. هاي هنا يعني ينبغي أن تدق الأجراس ويتنبه المتنبهون ويسعى، لكن هذا كله لا يحدث في الحالة العراقية، لأن الجميع من في السلطة ومن في الحكم هم يعني لا ينتمون حقيقة لهذا البلد بشكل أو بآخر، ومن جاء بهم سلمهم مخطط أو أجندة، هذا المخطط يجب أن ينفذ بغض النظر عن تداعيات هذا المخطط أو مخاطر هذا المخطط. طبعا يدفع ثمن ذلك العراقيون، وكما ذكرت ولا سيما الفئات المجتمعية منهم. ابقى معي دكتور ريمان لو سمحت. أستاذ ضياء الشمري، بالعودة إليك، مختصون بعلم الاجتماع
يرون أن ضحايا العنف الأسري يعني لا يستطيعون حتى الإبلاغ عن المعتدين عليهم بسبب التقاليد والعادات يعني أو الأعراف العشائرية مثلا يعني. ماذا على المعتدى عليه أن يفعل في ضوء هذه القيود التي أيضا تعتبر بالتأكيد هي من ضمن الانتهاكات أو مشاركة في هذه الانتهاكات؟ نعم، هنالك انتهاكات وهنالك انتهاكات يعني فرد إلى فرد أو عائلة إلى عائلة، يعني حتى الخصام العائلي الموجود داخل العائلة وخارج العائلة، هذا الخصام وعلى مشكلة عيب ويعني من هاي التقاليد والعادات الموجودة، وأنا لا أعتبر هاي العادات والتقاليد الموجودة في العراق هي السابقة ولحد الآن هي عادات سيئة، لا هي عادات إصلاحية للمجتمع، يعني ممكن أن تصلح المجتمع من خلال المشاكل ومن خلال تدخل الرجال الخيرين في المجتمع. بالوقت الحاضر القانون مغيب تماما، القانون مغيب عن حماية الأسرة. الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية الذي يمر بها العراق بالوقت الحاضر حالة كارثية، لأنه الشخص العراقي والعائلة العراقية يعني تحدث المشاكل من المشاكل اللي هي ممكن تحل من قبل الحكومة العراقية، حينما يعتدي يعني حتى المعلم الموجود في المدرسة لا يمكن أن توصيل المعلومة للأطفال إلا وأن يعني يجي تهديد من هذا الشخص أو تلك الشخص، وحتى مشاكل عشائرية تحدث في هذا الموضوع، ومع الأسف لأن القانون والدولة غير مغيبة، وبالإضافة إلى تغيب الدولة هنالك ناس متحكمين في العراق متخلفين عقليا ويتحكمون في شؤون العراق من رجال الدين ومن مؤسسات الدولة أيضا، يعني حتى إلى درجة وزير هو متخلف عقليا، لا يمكن أن يدير وزارة ولا يمكن أن يدير بيت وهو مخليه رئيس وزراء أو وزير في الدولة. بحسب المحاصصة التي تتطلب ذلك. نعم، ولهذا السبب يعني ولهذا السبب احنا نرى انه المساوئ الذي تحدث في العائلة هي جاية من فوق الى تحت، والتحت هي المشكلة، لا يوجد من يعينه، المظلوم لا يوجد من معيده، لا في الشارع ولا في البيت ولا حتى في مؤسسات الدولة. هنالك تعيينات لا يفهم ولا هو مهني يخلوه بهذه المهنة، وإحنا نراهم كيف يتحدثون، كلهم الموجودين هم غير مهيئين لإدارة الدولة وغير متعلمين، وحينما يحضر بلقاءات دولية يعني حتى الدول اللي أنا حضرت بعضها لأنني كمترجم أيضا أشتغل في النمسا، من أحضر اللقاءات مع هذه يعني يستهزئون بالمسؤولين الموجودين العراقيين لأنه لا يفهم ولا يعي ماذا يتحدث، لأن غير مؤهل أن يدير هذه الدولة. ولهذا السبب يعني مع الأسف هي كل الدولة فاسدة بعد الاحتلال، حقيقة الاحتلال هو جلب كل هذه المعوقات الموجودة، لأن المحتل هو بدأ بالاعتداء، بدأ بالاغتصاب، بدأ بالتعذيب، المشكلة يعني أستاذ ضياء إذا سمحت لي سوف أعود إليك، اسمح لي فقط في هذه النقطة أنطلق مما تحدثتم إلى السيدة ثائرة أكرم. سيدة ثائرة، المشكلة في من وجهة نظرك في المنظومة المجتمعية نفسها، المشكلة في القانون؟ يعني مثلا في أوروبا على سبيل المثال لو أن وزيرا فاسدا، بغض النظر عن موضوع العنف الأسري، لو أن وزيرا فاسدا لألقوا به في حاويات النفايات وأمام أنظار العالم كله. في العراق الفساد مرضي عنه، والقانون مرضي عنه، والعشائر مرضي عنها، والميليشيات مرضي عنها. هل المشكلة في الشعب أم المشكلة في من؟ نعم، احنا ما ننطي كل الحق، يعني أنه الحكومة هي الآن قلت سابقا 80% من اللي جاي يجري في العراق من عنف، من دم، من قتل، من تهجير، من 80-90% يقول الحكومة العراقية اللي جابها المحتل، وتبقى 10% على المجتمع العراقي، الأسرة نفسها. اليوم العراق حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف.
يعني هاي اهم خطوه من لازم يقوم بها هذا الشيء تقوم به الدوله، هي مجال تشريع قانون ينظم هذا الشيء. هذا يعني هناك طرح مشروع قانون بشان العنف الاسري وتناقش بمجلس النواب العراقي بسنه يمكن 2019 2020، بس توقف من ذاك الحين توقف. طبعا معظم الحكومات العراقيه المتعاقبه اشارت الى يعني هاي الظاهره، اشارت اليها واصدرت استراتيجيات للحد من العنف الداخلي، يعني هو كلام على ورق، لانه هذه السياسات تبقى منقوصه بغياب القوانين المنظمه. هناك ايضا معترضين يعتقدون، يعني معترضين نفسنا لمجلس النواب، ان القانون يمهد لمنح المراه الحريه المطلقه ومساواتها مع الرجل والخروج عن الاعراف والتقاليد وهكذا امور، وهناك تصور لدى البعض ان قانون العنف يحمي المراه اكثر من الرجل. في الحقيقه يعني يتحدث يعني هذا كله يعم الاسره نفسها، لان احنا نعرف الام هي عماد المجتمع، عماد البيت نفسه. يعني انت لما تنطي حقوق المرأة ومن ما تعنفها وتكون طيب معها، ما معقول المرأة راح تعاملك لا بالعكس، هي الام، هي الاخت، هي الزوجة. توعية، لازم يكون هناك توعية لافراد المجتمع حول مدى انتشار هذا العنف، اسبابه، اثاره، حتى النساء تعريف بحقوقهن، كيفية حماية انفسهم اذا تعرضوا لاي عنف، نشر الوعي الثقافي باتجاه صحيح، العادات والتقاليد والفهم الخاطئ للدين لازم احنا نوصلها بمنهج يعني صحيح، ومنهج انه يكون انه كل انسان له حق العيش بكرامه، حتى لو الدوله ما تريد هذا الشيء، احنا لازم نكون يعني احنا خلي هي الدوله غلط وخلي هي الدوله تريد تهدم المجتمع، خلي نكون احنا كاباء وامهات نعلم اطفالنا انه حب الوطن، نعلمهم شلون يجي حب الوطن لما يكون اكو تكاتف داخل الاسره، داخل الاب والام، اكو احترام، اكو موده، اكو رحمه. فهذه يعني هذا راح شنو يكسر بعض الشيء من ما خطط له من قبل المحتل. لازم تكون هناك انشاء مؤسسات مختصه بمعالجه مرتكبي العنف، تفعيل القوانين الرادعه لمرتكبي العنف حتى لو قوانين بسيطه. يجب ان يكون هناك دور رئيسي وفعال للشرطه المجتمعيه لحمايه الاسره من العنف. اكو هناك ايضا شرطه مجتمعيه، يعني اكو كثير ايضا انت لا تنسى ايضا من ضمن العنف التحرش الجنسي اللي جاي يحصل بالمؤسسات والدوائر الحكوميه وبالكليات. لازم هاي ايضا هذا العيب وما يصير وتشتكي، لا خلي هناك اكو تكون ندوات توعية خاصة للنساء، خاصة انه انت لك حق تشتكين، لك حق تقدمين دعوة، لك حق. هناك اكو من يدعم الناس الخيرين، هي اذا خليت قلبت، فاكو هناك ناس تدعم هاي الامور، اكو اشخاص، اكو شيء. فنحن ما نريد نستسلم ضد هاي الحكومة العميلة وضد المحتل، لازم نقاوم لاخر نفس. هذا وطننا، هذا مجتمعنا، هذه نحن تقاليدنا واعرافنا، لازم نكون اقوى من الشيء اللي جاؤوا به. احنا لازم باضعف الايمان نقاوم هذا الشيء. هذا يبدا من الاسره، من الاب، من الام، من التوعيه، حتى المعلم، حتى المعلم له دور كبير بتوعيه الاولاد، بتوعيه التلاميذ، بتوعيه الطلاب. لازم يكون احنا ما نستسلم، اذا استسلمنا معناته راح خلاص العراق بعد كم سنه ينتهي. نعم. بسبب هذه الامور، حالات الطلاق وحالات الانتحار وحالات العنف الاسري يوم بعد يوم تتضاعف. احنا لازم هذا الشيء نقلل منه، لازم نحد منه. كيف؟ احنا بطرقنا، باخلاقنا، بعاداتنا، نحن اللي استورثناها عن ابائنا واجدادنا، عاداتنا هن الطيبين اللي علمونا شلون نكون نحب وطننا ونحب الرحمه والانسانيه، بين التالف، بين الاسره، بين الجيران، بين المجتمع نفسه. فالشر لازم يجي يوم يعني ينقضي عليه، ما دام هناك اكو خيرين لازم الشر يقوى عليه. نعم نعم استاذه، شكرا استاذه ثايرة. دكتور ايمن، هل ممكن ان نواجه او يواجه العراقيون او المجتمع العراقي تسونامي من العادات الدخيله والامراض الدخيله عن طريق تطبيقات كتيك توك وغيرها، عن طريق المواقع الموجوده في هذا الفضاء المفتوح من الانترنت بلا قيود،
هل ممكن أن كيف يمكن أن يواجه المجتمع العراقي هذه التحديات مع وجود نظام للرقابة في العراق؟ وجود الرقابة ولكن هذه الرقابة مشترات بالمال، يعني وفق نظام المحاصصة رقابة مرتشية. كيف يمكن أن يواجه المجتمع العراقي كل هذه التحديات في ضوء هجمة شرسة على المنظومة القيمية في ظل الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني؟ وقبل قليل طبعا تحدثت الأستاذة ثائرة عن نقاط مهمة، كيف من وجهة نظرك أستاذ أيمن أن يواجه المجتمع العراقي، الأسرة العراقية، الأم العراقية هذه التحديات؟ طبعا هذه مس يعني حقيقة مهمة صعبة جدا، يعني في ظل حكومات هذه الحكومات أعود وأؤكد فاقدة لحسن النية في التعامل مع الشعب. هذه مسألة عويصة ومشكلة كبيرة يعني تواجه الكثير من الأسر والعائلات العراقية، وهنالك طبعا تحديات أخرى، لكن فيما نحن فيه المشكلة الكبيرة هو مسألة الوعي الثقافي وحالة التعليم ونشر الوعي و يعني رفع الوعي الوطني. هذا كله حقيقة له مقومات، والمشكلة في ذلك أنه يعني وجود الميليشيات وهيمنة الميليشيات مناقضة تماما لمفهوم وجود الدولة ومفهوم المواطنة. نعم. لأنها تعتاش على العنف، لأنها تعتاش على العنف وعلى التحريض على العنف. يعني هي لا توجد إلا في مناخ يفتقر إلى الأمان. لا توجد هنالك مجتمعات آمنة في العراق، لا توجد هنالك رقابة حقيقية على مصادر تلقي المعلومات والتدخلات الثقافية والغزو الثقافي الذي يتعرض له الشعب العراقي منذ 20 عاما وأكثر من 20 عاما. فهذا الحقيقة يعني هذا كله غياب الرقابة مقصود، غياب حسن النية متعمد. حتى وإن سن قانون، حتى وإن تم سن قانون، حقيقة الأمر تبقى المشكلة الكبيرة في كيفية تطبيق هذا القانون في ظل هذه المعطيات. هي هذه هنا تكمن المشكلة في الحالة العراقية. المسألة متراكبة ومتفاقمة ومعقدة جدا بشكل يعني لا تعتقد أن هؤلاء المخططين والذين رسموا ما يجري في العراق وسيبقى في ظل هذه الحكومات، هؤلاء يعني خبراء، لكن خبراء في الجانب السلبي، سواء القانونيون أو الحقوقيون أو الذين يرسمون سياسات الدولة أو الكذا، هم خبراء لكنهم كما يقال تعلموا الصدق ليعلموا متى يكذبوا أو متى يكذبون. فهنا يعني المشكلة في الموجود في الحالة العراقية أنه غياب الرقيب الأمين الضامن الذي يعني يراعي الرعية كما يقال في ظل هذا في ظل هذا التلاطم من الحالة الاستهداف المباشر للمنظومة القيم في المجتمع. شكرا دكتور أيمن العاني، شكرك جدا. أستاذ ضياء، أخيرا أستاذ ضياء الشمري، ما هي الحلول أمام المجتمع العراقي لمواجهة هذا التخريب وهذه الهجمة الشرسة على المنظومة القيمية؟ يعني أريد ننظر على كل هذا المشاكل الذي تحدث في العراق والانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، هي كبيرة جدا. بما يحدث في العراق كبيرة جدا، إذا كانت العائلة وإذا كان الطفل وإذا كانت الدولة وإذا كانت السجون. فهذه الدولة غير مهيئة أن تقضي على هذه المشاكل الموجودة في العراق، لأنه هي جزء من هذه المشاكل، هي جزء من ارتكاب الجريمة ضد العراقيين، هي جزء من التبشير بارتكاب هذه الجرائم. وحتى المراجع الدينية وحتى رجال الدين مشاركين بهذه العملية الفاسدة
يعني من مراجع دينيه يبيح سرقه اموال الدوله على اساس اموال العامه وبصيغه رسميه، ويعطي هذا التصريح معناتها باي رجل باي رجل دين ممكن ان نتمسك؟ اذا هو رجل الدين يسمح بسرقه الاموال العامه، يعني هنالك فساد كبير. ليس هناك رجل يسمح بسرقه الاموال العامه. مو رجال الدين والله صرحوا فيها، بعض رجال المرجعيات الدينيه صرحوا ان سرقه اموال العامه يعني حلال عندهم. المهم هذا يعني انا قريب احدى المراجع الدينيه. نعم معك، انا قراته ايضا، ولكن اقول لك ليس من الرجوله السرقه. لا، ليس من الرجوله السرقه ابدا، هي هذه السرقه توصلنا الى انتهاكات، لانه انتهاكات، لان هاي اموال اصلا سرقه اموال عامه هي اكبر سرقه من سرقه شخص او سرق مؤسسه، لان هذه اموال الشعب باكمله، ليست مال فلان ومال فلان. وهذه التصريحات حقيقه يعني غياب القانون اولا، لا توجد هنالك مؤسسات اجتماعيه لخدمه المجتمع، ولا توجد باحثين اجتماعيين يكتبون ما هو الحاله الموجوده. المفروض الدوله من تتراكم عليها هذه التهم وهذه المشاكل ان تبدا بعد برامج وبعد مجموعات ياتون ويصلحون المجتمع. كيف ممكن اصلاح المجتمع؟ بس هي باديه بالسرقه، هي باديه بالتعذيب الناس. السجون العراقية مملية، والمقايضات على السجناء، ونحن نعلم هذا، المقايضة على السجناء، المقايضة على الاغتصاب، يعني حتى العشائر تدخلت بقضايا الدولة حينما شخص يرتكب أو ينتهك بعض الحق على مؤسسات الدولة، تجي العشيرة طالب الدم وطالب الثار. هو يعني مشكلة تخلف لا يمكن أن يحدث إلا في أفريقيا ومناطق بعيدة. نعم. عن المجتمع وعن الحالات الإنسانية الموجودة في العراق حقيقة، يعني هذه الحكومة لا تصلح. شكرا جزيلا أستاذ ضياء الشمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. شكرا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. ونشكرك أيضا أستاذة ثائرة أكرم، الكاتبة والباحثة العراقية. تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، في أمان الله.